إذن نتابع مع غرفة العمليات، وهي الفقرة التي نحاول من خلالها الوقوف عند جهوزية المؤسسات الحكومية في مواجهة أزمة النزوح، وبالإضافة إلى ذلك إلى احتياجات النازحين في محاولة منها للمساهمة في تماسك وصمود الجبهة الداخلية. ستشاركني الزميلة ليال بوموسى في تقديم هذه الفقرة اليوم. شو عنا ليال؟ نزلتي على مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية صح ما لا؟ مزبوط، يعني من بعد ما كنا قمنا بزيارة لا يعني قمت فيها أنت والزميل هادي الأمين لزيارة اللجنة الأساسية اللي هي لجنة الطوارئ على مستوى الحكومات، من بعد زرنا محافظة بيروت، واليوم كنا بزيارة لغرفة العمليات بوزارة الشؤون. وزارة الشؤون يلي هي الوزارة يلي على الأرض عم بيكون عندها دور أساسي بأن هي وزارة التربية عندهم دور بإدارة مراكز الإيواء. يعني طبعا يعني هن العمل يلي عم بيصير على الارض هي وزاره التربيه اللي فتحت مراكز الايواء وعم بتتابع، ووزاره الشؤون على الارض هي يلي بتكون عم بتتابع بكل المجالات انطلاقا من الخدمات يلي كمان رح نوضحها نحن هلا للمشاهدين. ولكن برجع بقول رياض، وهذا الموضوع جدا مهم، والارقام هي ايضا من الوزاره وارقام رسميه، يعني كثار من الاشخاص اللي حكيوا عن رقم للنازحين، وكان عم ينحكى انه ممكن متوقعين يوصل للمليون ونصف نازح، ولكن حتى اللحظة الرقم الرسمي فقط للنازحين اللبنانيين يلي مش الرسمي الموجود بالهيئات ومش الرسمي الموجود بمراكز الإيواء وليس الرسمي يلي عم بيحصل على مساعدات، إنما الرسمي اللي هو الحقيقي إذا بدنا نقول الرقم الحقيقي للنازحين اللبنانيين تخطى 1,200,000 نازح لبناني، إضافة للنازحين الناس اللي بالبيوت كمان. طبعا عم بحكي الناس اللي بالبيوت وبمراكز الإيواء، الرقم تخطى 1,200,000 نازح لبناني، إضافة للنازحين السوريين يلي كمان نزحوا من المناطق غير الآمنة اللبنانية إلى المناطق الآمنة اللبنانية. بس هولي مش يعني مش من ضمن يلي فلوا على سوريا؟ اللي فل على سوريا في أرقام رح كون أنا عم بحطها هلأ كمان، يعني 1,200,000 غير اللي فلوا على سوريا؟ الرقم اليوم للنازحين اللبنانيين والسوريين اللبنانيين فقط هو 1,200,000، إضافة للنازحين السوريين، إضافة للنازحين الفلسطينيين يلي هن بمخيمات وبمحلات غير آمنة كمان. إذا بس بتحسب الضاحي الجنوبية لحالها طبعا إضافة للذين لا يزالون بالمناطق غير الآمنة وعلى الحدود اللبنانية، وهول الدولة لازم تكون كمان عم تهتم فيهم. يعني إذا ما نشوف الأزمة هي أزمة أرقام، إضافة للأجانب غير السوريين وغير الفلسطينيين هن ما كانوا مقيمين بمعنى أنه هن مقيمين صحيح. دائمين بلبنان كمان اضطروا أنه يكونوا عم ينزحوا. فإذا هيدي الصورة لحتى عم نحكي فيها، إذا فينا نشوفها على الهواء مخرج قبل ما نفوت بالرقم الرسمي على الهواء، ببين معنا من اللابتوب 1,200,000 نازح، إذن مثل ما ذكرت لبناني، إضافة للنازحين السوريين الفلسطينيين والذين لا يزالون في المناطق الحدودية. منشوف عندي من اللابتوب مزبوط وضحت يعني هيدي الصورة بس لحتى يكون المشاهدين لحقوها معنا رياض بالأرقام. أما آخر تقرير اليوم الساعة 8 مساء، هيدا التقرير هو آخر تقرير رسمي صدر، بيقول لتاريخه تم فتح 990 مركز لاستقبال النازحين في المدارس الرسمية والمجمعات التربوية والمعاهد المهنية والجامعات اللي حددتها وزارة التربية، إضافة لغيرها من المراكز من المرافق العامة. بلغ عدد المراكز يلي وصلت قدرتها الاستيعابية للأخير للقصوى هي 781 مركز من أصل 990، لتاريخه تم تسجيل 181,700 فقط بمراكز الإيواء. يعني ذاك الرقم بين 1,200,000 إضافة للأجانب لبنان والمقيمين الدائمين هنا، إضافة رقم فقط هو رسميا المسجل بمراكز إيواء 181,000. يعني عم نشوف هيدا الرقم والفرق، وبعد في محلات على فكرة هلا هيدا السؤال صحيح. وطبعا بكفي انه اللجنة الوطنية هي عم تعمل لتنسيق مواجهة الأزمة والى اخره. والرقم اللي سألت عنه رياض من تاريخ 23 ايلول لغاية 8 تشرين الاول 2024، سجل الامن العام عبور 304,897 مواطن سوري و107,333 مواطن لبناني و3516 مواطن عربي واجنبي الى الاراضي السورية. هيدا الرقم الرسمي الدقيق، يعني اليوم هولي هن الارقام اللي طلعت من لبنان على داخل الأراضي السورية. هذا هو الرقم فينا نشيله من أصل كل المجموع وليس من أصل فقط 1,200,000، لأن هذاك رقم اللبنانيين فقط. من 1,200,000 منشيل 107,333 فقط بحسب الأرقام اللي هي أرقام رسمية للأمن العام على الحدود. فإذا هول الأرقام تيكون المواطنين معهم الصورة بشكل عام.
قبل ما يعني خلينا ننتقل للمقدمة للزيارة لحتى نشوف كيف كانت الزيارة أجواءها، وبنرجع من بعدها بنستمع لوزير الشؤون الاجتماعية يلي حكينا معه، وكمان كان في مواجهة بأمور بأكثر من قضية شكاوى وصلتنا نقلنا له إياها طبعا 100%. يعني المطلوب حجم هالقد، نحن يمكن عملنا هالقد بقدرة هالقد. كله بيشكي ها، كله بعد اي هو لانه الواقع كله يعني انا عن جد انا اول مره بشوف دوله كله بيشكي، يعني كلهم يعني مثلا هذيك المره امبارح قلت امبارح وزير الداخليه انه على الدوله ان تتحرك. شو بيشتغل وزير داخلية؟ يعني مش بس انه دولة، الزراعة التنفيذي بالدولة يعني سلطة تنفيذية، يعني كله بيشكي من الدولة. قصدي لا يعني عن جد انك متفاجئ انه عم بيشكوا، ما كل عمرهم بيشتغلوا سياسيين اعلاميين وبيخبرونا الواقع بس ما في حلول، بس ما كان عندهم مجموعة من الصحفيين الابواق اللي كانوا عم بيخبرونا صبح مساء بانه هن جاهزين وانه ما في ابن مرة رح يقعد بالشارع وانه العالم رح تكون مأمنة. بس رياض عن مين عم نحكي؟ عم نحكي عن صحفيين حزب الله اللي كان بدهم يقووا هيدي النظرية اللي هي صرف النظر مين هن، بس كانوا عم بيروجوا انه هن جاهزين. مش كل الصحفيين كانوا عم بيروجوا لهيدي النظرية، وهيدي النظرية روجوها ضمن سياسة كانت معمولة ومطلوب منهم يحكوا هيدا الحكي لحتى يكونوا عم بخدروا الناس، وشفنا الناس اليوم على الطرقات. مش كل الإعلاميين كانوا عم بيحكوا هيدا الحديث، ولا مرة طلع حدا ما قالت كل الإعلاميين إيه؟ بس يعني قصدي أنا لا حتى الأبواق مش كلهم كانوا عم بيحكوا هيدا الحكي، مش ما نحمل مسؤولية للصحفيين بوقت الوزراء المعنيين. ولا مرة واحد طلع قال إنه ما عنا إمكانات، وانتبهوا إذا صار حرب ما عنا إمكانات، هاي مشكلة كبيرة طبعا. ولا مرة حتى ما هي مع انه لازم كانوا يتعلموا من كورونا ولازم كانوا يتعلموا من انفجار 4 آب وكل اللي صاروا يعرفوا انه مهم، بس كان دايما هذه الخطط على الورق وليس بالافعال، وهذا الشيء دايما عم نكرره. ولكن واقع الامور انه كمان اليوم الوزارات يلي ما طلع لها ولا موازنة وقعت هي عم تشتغل من اللحم الحي. خلينا نسمع واقع قبل ما نفوت بالشكاوى وشو رد الوزير عليها، نسمع واقع وزارة الشؤون اليوم وشو عم تعمل، قد ايه مطلوب منها، ولكن شو هي قدراتها الفعلية. ولكن نحن بمشكلة متعددة الأبعاد، لا أحد يستطيع أن يتجرأ ويقول أنه لديه القدرة لإدارتها، وخاصة أنه الموارد الموجودة بين إيدينا إذا بتحبوا تشوفوا الموازنات لم يدخل على موازناتنا ليرة زيادة، وزيادة على ذلك مواردنا البشرية 1/3 هجر، وواحد على 3 يعني من أصل 3000 في عنا 1000 هجر، قسم منه استشهد وقسم من جرح. احنا فقدنا لغاية اليوم عدد من الشهداء بمنطقة البقاع، عنا عدد من الجرحى وقسم كبير فقد بيوته. قدام هذا الواقع فريق العمل، قدام هذا الواقع نحن عم نعمل إدارة للنازحين، عم نعمل إدارة للي راحوا بيوتهم، عم نعمل إدارة تنشوف ومنا نلاقي مطارح تيقعدوا الناس اللي نزحوا من وزارتنا، وعم نطلب منهم شغل بهذا الواقع بصفر دولار الموجودة بين إيدينا. قسم كبير منهم لأسباب عديدة هلأ مش وقت ذكرها ولا دخول بتفاصيلها، جزء كبير منهم منه قابض. ضمن هذا الواقع تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على إدارة ومتابعة 983 مركز إيواء.
كنا حكينا رياض بالحلقة الماضية عن أنه المحافظين صار في سلفة لهم وأخيرا بعد كل هيدا الفترة، ولكن بعضهم لليوم عم يتعذبوا لحتى يقبضوا هن ولا ليرة موازنات. بس شغلي بس وأنا مشان هيك هو ما هو يعني تجنب الظهور المباشر، بس أنه خلينا نقولها مثل ما هي، يعني أنا بعرف هالمعلومة وأنا أكيد منها أنه ها خطة انعرضت على الوزارات ونقل لهم لكل واحد شو بدكم قولوا لنا وشو فيكم تعملوا وشو فيكم ما تعملوا. بعد وزارة الشؤون الاجتماعية ردت قالت والله أنا بدي هالقد مبلغ إذا صار حرب، ولا ما ردت؟ هلا للأسف نحن ما فينا نجاوب على هذا السؤال. لا سألنا هذا السؤال، سألناه وقلنا له وكان جوابه أنه كلنا طلبنا ولكن ما نرد علينا ولا ليرة موازنات. هو طالب بيقول ولا ليرة موازنات تقدمت له، أنه فقط هلا حتى عن جديد. وأنا عم بقول لك أنه إيه واضح معك أكيد واضح. أنا بعرف من اللي لما انعرضت الخطة ولما طلب منهم ثلاث أشياء، أنه شو إمكانياتكم أنتوا وقديش بتقدروا تعطوا وقدابتكم، كان ما تقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية، يعني مثلا وزارة الصحة بعد قدمت صحيح هذا اللي انحدر. طيب بعتنا الكتاب، يعني شو بقولوا فرجينا الكتاب اللي أرسله هو إنه موازن، وقال إنه أنا كان بدي هالقد. حتى بيعتبر إنه موازن اللي حصلت عليها وزارة الصحة خلصت مع قصة البيجرز، يعني كانوا بيضطروا بصرف النظر بس على القليل وزارة الصحة كانت جاهزة، وزارة الشؤون الاجتماعية طولنا نشوفها، وبالعكس هلا بنشوف انه في ناس كانت عم تتشكى صح ام لا. خلينا نسمع معذر اذا مزبوط ولا لا، خلينا يعني نسمع شو قال وعلى اساسها بنرجع بنشوف. خلينا نقول شو انحكى عن ولا ليره موازنات داخل وزاره التربيه، عم نحكي من الدوله اللبنانيه متى مرصد اي مبلغ. طلبنا شو كلنا عم نطالب، اللي طلبنا كلنا عم نطالب مع بعض، ما انرصد اي شيء ابدا ولا ليره. لا ما بقول لك، لا شو عم خبي عليك، عم بقول لك لغايه هاللحظه كنا بالاجتماع امبارح اعتبروا انه الرصد لازم يكون للمحافظين. على كل حال المحافظين امبارح كانوا يعني ناطرين كل النهار تشوفوا اذا حيقبضوا كاش هالمصاري، مهم تكون موجوده، ومن بعدها بدهم هن يجيبوا ديبويات وتركات ويعملوا هيك. على كل حال بس تميز لك شغلة تكون عارفة حضرتك وعارفة المواطنين، يعرفوا المواطنين. بس هلأ بتجي الشاحنة فيها دواء تستلمها الدولة اللبنانية من خلال اللواء خير، هيئة شو بيسموها الإغاثة، ومجبور يسلم الدواء لمين؟ لوزارة الصحة. إذا أجا فرش وحرمات وأكل بيستلمها ووزعها هو، ولكن المطلوب من وزارة الشؤون أن تواجه أزمة بحجم 983 مركز على إدارة الإيواء ومتابعة الحماية ومتابعة ومتابعة ومتابعة، وبدون أي موارد مالية وبدون أي موارد لوجستية. يعني أنا اليوم هيئة الكواري الهيئة العليا للإغاثة في معها مصاري ولا صدولة مصاري تستأجر ديبويات، رصدوا امبارح مصاري للمحافظين يستأجروا ديبويات وتركات. نحن لا رصدوا لنا تركات ولا رصدوا لنا ديبويات، نحن نعمل من خلال علاقاتنا الدولية وصداقاتنا المحلية تنأمن التركات اللي لازم نأملهم وتنأمن المساعدات اللي لازم نساعدها. إذن يعني هي العلاقات الدولية اللي حكي عنها والصداقات المحلية اللي هي عم تقدر تأمن لوزارة الشؤون مبالغ لا بأس بها، وعم تكون في توزيع حسب ما بيقول الوزير. هو علاقاته الدولية هو يعني علاقاته كوزارة هلأ علاقات الدولية أوكي فأنه هن عم بيكونوا عبر المنظمات الدولية عم بيقدروا يأمنوا كاش، وهيدا الكاش عم بيتوزع على مساعدات. خلينا نسمع قبل ما تطرقنا هيدا الجقرة هيك للمشاهدين، خلينا نسمع شو قصده بالكاش وبنرجع بتعلق، لأنه في شيء من الصيني جاي أو شيء من هالنوع حسب ما. خلينا نسمع المساعدات المالية كيف عم بتوزعها وزارة الشؤون ضمن خطتها. على مستوى المساعدات المالية تنبلش من الكاش. على مستوى المساعدات المالية نحن حولنا مليون دولار أول يوم بلشت الأزمة، هيدي الهبة الصينية، واليوم تقريبا 10,000 عائلة من محافظات الجنوب. هلأ بتقليلي كيف نقينا اسمهم، نحن نقينا اسمهم من الناس المستفيدين كانوا من برنامج أمان والأسر الأكثر فكرا، وطلعنا بسكورينج للخمسين، يعني هو سكورينج لازم يكون
30 طلعنا للخمسين تيستفيد أكبر عدد، وصل لعشر تلاف عائلة. العدد الأكبر قبض، في عدد قليل بعد ما قبض، وهذا العدد القليل يعالج عبر 1714. ناس تركت ورقته هويته بالبيت، ناس عندها مشاكل بالاسم، هذا طبيعي. رجعنا بالأسبوع الماضي، نحن حولنا 2.3 مليون، حولنا نصهم عبر الـ WFP لكل المستفيدين من الأسر الأكثر فقراً بكمان المناطق هي ذاتها الجنوبية. حولنا لذوي الحاجات الخاصة بين عمر 15 و30، لموجودين بالهرمل بعلبك ضاحية بيروت وبعبدة وكل الجنوب 100 دولار. وحولنا كمان لكل ذوي الحاجات الخاصة بين 15 و30 فوقنا 40 دولار قبل بوقت. هيدي على المستوى الكاش. نحن عم نحضر لبرنامج أمان وبرنامج الأسر الأكثر فكرا، ب 15 شهر بيبلش القبض، كمان حنضخ 20 مليون دولار. يعني نحن صرنا هلأ عم نطلع تصاعديا بالأرقام الضخ. هذا على أول مستوى، وعم نحضر هلأ نحن والبنك الدولي الدولي لدعم كل من ترك الجنوب، وهو موجود بها 983 مركز يحين عمل استمارة سريعة، رأس سريع. اللي استفاد من التحويلات ما بيستفيد، واللي ما استفاد يستفيد، لكن هيدا كمان قيمته بحدود 20 مليون دولار. يعني عم نحكي رياض عن هبات من التقديمات الصينية اللي صارت بمبالغ معينة. هي التقديمات للأكثر فقرا، ولا هي كانت للأكثر فقرا وتم تحويلها للموضوع؟ هي تقديمات من الجهات الأجنبية إلى وزارة الشؤون بضمن مشاريع معينة، صارت تتوزع كاش على الأشخاص. كيف نقوا هول الأشخاص؟ نقوهم عبر الأشخاص اللي هي من ضمن الأكثر فقرا، وضمن الأشخاص اللي هن محتاجين الموجودين بسجلات وزارة الشؤون، وتوسعوا فيهم ايضا ليطالوا اكثر حسب المسح. فاللي استفادوا من الكاش يلي وصل لهم هلا، طبعا المواطنين هن اللي بيقدروا يكونوا عم بياكدوا اذا وصل لهم او ما وصل لهم هذا الموضوع. واذا ما وصل لهم وهن على يعني اسمهم مسجل بوزاره الشؤون او تم التواصل معهم او بيعتبروا لازم يكونوا من ضمن الاشخاص اللي لازم يحصلوا على هيدي المساعده يلي هي كاش، فلازم يكونوا عم يتصلوا على وزاره الشؤون ويتابعوا هذا الموضوع. هلا على كل حال اذا في حدا يعني بيتواصلوا معنا دائما، وطبعا ذوي الاحتياجات الخاصه كمان ومن العائلات الاكثر بالجديد مشان يتواصلوا معنا. بس مثلا يعني وحده من الاشياء اللي عم توصلني انه طب ما في ناس لنقول كانوا بالجنوب ويعني وراحوا وما اخذوا هويتهم معهم، وانقصف البيت وهويته راح هونيك، هذا كيف يعني؟ شو يعني كيف هول اللي كان عم بيقول عنهم انه هو، لانه نحن حكينا مش كل المقابله حطيناها، كان في حديث حتى برد الهواء لهيك عم نوضح النقطه. فهن عم بيتابعوا هذا الموضوع، وكل حدا عنده نقص عم بيرجعوا يتابعوا من بعد ما يتصل فيهم، عم بيرجعوا يتابعوا ملفه وما عم بيقافوا عند هيدي التفصيل يعني اللي هي ورقه ناقصه، عم بيجربوا انه يكونوا عم يتاكدوا من الشخص ويوصلوا له هذا المبلغ. احنا هيدا دعوة للناس، بالنهاية دعوة للناس اذا في ناس عم تروح تقدم هني من النازحين وما عم بيعطوهن يقولوا لنا. يعني هاي قصة صارت على بساط احمد او حتى يتابعوها، لانه في كاش اذا انتم مش عارفين انه عم يندفع هيدا المبالغ كمان انه تكونوا عم تحصلوا عليها اذا كنتوا انتم من الاشخاص اللي اكيد عندكم يعني الاهلية والاستحقاق لهذا تكونوا عم تحصلوا عليها من وزارة الشؤون. بموضوع خليني انتقل لرياض، لانه اخطر شيء بهالقصص يصير يتوزعوا على الجماعة تحت عناوين مثل ما نعمل بموضوع اللجوء السوري، شيء بسموه المجتمع المضيف. أوكي، هني فهمانين عن شو عم بحكي، فهمانين عن شو عم بحكي. أوكي، يعني شوف بعرفهم كتير منيح كيف صاروا أيام اللاجئين السوريين. تفضل إلي. بموضوع الهبات المساهمات بنحكى انه في شفافيه من قبل لجنه الطوارئ الحكوميه، ودائما انه كلها عم تتابع بشفافيه. الغريب بانه حسب وزير الشؤون ما عنده اي علم وعم بيطالب بانه بدي اعرف شو هي الهبات، شو في عند الهيئه العليا، ما في شيء ابدا واضح عنده. وبيقول حبه رز، حبه رز بلا، بس حبه رز ما طلع له من وزاره، من الهيئه العليا للاغاثه على سبيل المثال. خلينا نسمع هيدي المداخله. الإغاثة يعني هلأ صاروا واقفين حدكم كتير ولا كوزارة شؤون؟ كيف يعني قصدك؟ يعني لأنه كل مرة بدي أتصور بيتصور حد محمد غير؟ لا أنه كيف وضعه يعني هلأ؟ لا أنا جوابتك هلأ عن قبل يعني شو تحسن؟ هو كل عمره بعده مثل ما هو. شو
يعني هو بالمهيئة العليا الخاصة تاخد أوامرها من دولة الرئيس وبتوزع. سمعتي أنت فيش الشحنة أخذتها من الهيئة العليا الخاصة ووزعتها أنا؟ نحن لغاية اليوم أخذنا من الهيئة العليا الخاصة حبة رز، وكل اللي عم ناخده نوقف قدامه ومنقول منين جبناه. امبارح لما طلعنا عرماش قلنا منين جبناه، وكل غرض من عم نبعته على مركز منقول منين اجا. لغاية هاي اللحظة هي الهيئة العليا بس خليني ما عندها عم تعطي، هن بدهم يقولوا لنا، بدنا يقولوا لنا الهبات اللي عم تجي شو فيها. هذا هو السؤال. وامبارح طلبت من دولة الرئيس بشكل واضح، نحن وزراء ما بنعرف شو فيه هبات. انا لما بيتصلوا بفرمان بدهم ألف فرشي بعكار، بعرف انا اذا في بديبويات ألف او ما في، ما بعرف. انا بحمل حالي، انا ما قلق غير على البلاغ، بكتب البلاغ وببعته على الغرفه اللي عم تشتغل انه وانا ألف فرشي. يمكن يقولوا لي في 200 بجاوبوا على 200، يمكن في 800، يمكن يكون في 1000. نحن لغايه اليوم عم نشتغل بطريقه قبلانين التعاون، بس نحن بغاية اليوم لم نحصل من هيئة الإغاثة، وهن يمكن ما عندهم. ليش تنقول انه عندهم؟ يمكن ما عندهم لغاية اليوم. بس الهبات اللي اجت على لبنان بالطائرات لغاية اليوم نحن لم نحصل على حبة رز منها. يعني اذا بدي وضح شو خص محمد خير، انا مش عم بتعرف كيف بدافع عن محمد خير، بس شو خص محمد خير بالرز؟ ما هو وزير ومفروض يعرف ان محمد خير خصه مبدئيا بالفرش والحرامات. طيب اللي هو ما عرف يامنها انحكى، بمعنى انه على سبيل المثال انه مثل واحد انه ما طلع لي حبه رز. هلا هي بدنا نحكيها بهذا الكلام يعني 100%. هلا بمحل معين هو شو عم بيقول لي؟ انا بدي اللي انا بهمني من حديثه اللي باقي لازم يتوضح للمشاهدين، انه مش معقول وزاره شؤون مثلا اللي هي معنيه مباشره بال أزمة، إذا كان حديثه مظبوط يعني هو ما كان في شيء بيجبره يقول إنه أنا ما بعرف أي هبة واصلة شو المبلغ اللي هو واصل. أنا سألت عن هذا الموضوع، حتى سألتهم بخلية الأزمة قالوا لي الهبات ما حكيناه، وقلنا إنه رغم كل شيء في لجان بعد رح يعملوا لجنة للهبات. سو الخلية أو غرفة العمليات الموجودة حاليا أوكي ما إلها علاقة بموضوع الهبات، يعني هني بس بينسقوا الادوار. مزبوط، بس اذا في حدا هبه جاي بس رياض اليوم يعني انا هني هيك. خليني بس اقول لك عمليا كيف عم تصير على الارض. وزاره الشؤون بدها 1000 حرام، عم اعطي على سبيل المثال. بتقوم وزاره الشؤون شغلتها بس ما بتعرف اذا في 1000 حرام، بتبعت كتاب بتقول بدي 1000 حرام، بيقولوا يمكن في 100، يمكن في 50، يمكن ما في 1000. فهيدا الشيء شوي سوريالي المشهد. يعني اذا نحن عم نشتغل عمليا على الارض، نحن لمسناها على الارض لما تعاوننا مع وزاره الشؤون لحتى نكون عم نقدر نساعد بعض المرات. شفنا هيدا الشيء انه بالنهايه هن بدهم يجربوا، يا ما بيعرفوا اذا موجود هيدا الرقم او لا، لانه هن منن واضح عندهم الصوره. فهيدا الموضوع غريب ما يكون موجود، وبالعكس نحن مش عم ننتقد من باب الانتقاد، عم ننتقد لحتى يكون في عمل اسرع يصير بين الجهات لحتى تقدر تكون عم بتساعد بطريقه اسرع. بكل الاحوال رياض، لحتى ما اخذ اكثر وقت، خلينا انتقل للشكاوى اللي وصلت لنا واللي رحنا لنوصلها لوزير الشؤون نسمع رده عنا. في فيديو لشاب خلينا معه عم بيحكي عن مركز للشؤون الاجتماعية. هو مركز لجمعية هي فيها تعاقد بين وبين الشؤون الاجتماعية. هذا الموضوع صار في إشكالية وكانوا بدون يطلعون، وعم بيخبر خبرية. خلينا تمام خبركم إياها مرتين، نسمعها منه ونسمع رد الوزير. الله يعطيكم العافية. نحن بالمبنى اللي فتحناه التابع لوزارة الشؤون طلع فيه جمعية رابطة أهالي رأس النبع الخيرية، هي عاملة عقد شراكة مع الوزارة واخدة طابقين الأرض والأول. الطابق الأرضي اللي مهجور هلأ حارجع صوركم وفرجيكم الصور كيف هو هيدا الطابق. نحن نظفناش المجردين، شلنا الوسخ، ضلينا قدام نشتغل فيه للطابق، وجبنا فرش وبعده حالته معدومة. سوينا حمام فيه، كان ما في شيء الحمام. قد ما فينا اشتغلنا، ركبنا خزانات، ركبنا برادة، الكهرباء اللي كانت عم بتشرق تبع بالحيطان ماس لأنه إلها مدري أي سنة مش مفتوحة. ورغم هيك في مكتب حده ما دقرناه ودقينا وفتنا قبل ما نفوت على المدرسة ما خلعنا. إجا حدا من رابطة الجمعية عضو وفتح لنا وقالنا اتكلوا على الله. الطابق الأول اللي هو حضانة في صبية مستلميته ونفضيته ودافع مصاري، ونحنا حكينا معه على اتفاق مع انه اي شيء بيخرب انا قاسم شاهين مسؤول عنه بالطابق الاول بس تخلص الازمه. وقالتنا تفضلوا هيدا لكم، فضينا الاغراض. هلا نتفاجئ انه رئيس الجمعيه عم بيبعث لنا الدرك بدنا ناخله. نحن عندنا 120 عائله،
أطفال وعجز وكبار وشباب. إذن عم بيحكي عن رابطة أهالي رأس النبع الاجتماعية اللي هي في عندها هي ذا المركز المتعاقدة هي وزارة الشؤون عليه. بنسمع حكينا سمعنا الفيديو وحكينا مع وزير الشؤون لنسمع رده، كان رده أنه هذا المركز نحن ما فينا نملي على الجمعية شيء. خلينا نسمع الرد ومنرجع منعلق عليه. وكاكي؟ طيب إذا أنت بتقلك شغلة أنت بختلفي أنت صاحب ملك، أنا شو اللي عليها؟ هذا المبنى عم بيقولوا لوزارة الشؤون، كانت لوزارة الشؤون، بس هو اليوم مختلفين مع صاحب الملك. صاحب الملك ما بده، أنا شو فيني أعمل أختي؟ بطلت لوزارة الشؤون. لا، واليوم إذا صاحب الملك ما بده يعطي، ما بده يعطي الناس، أنا شو فيني أعمل؟ نحن ببلد، بس تقول لك شغلة تتكوني عم تعرفي علي. أما بدنا نقبل إنه نحن بدولة، أما ما نقبل نحن مش بدولة. الدولة بتحفظ بتحفظ حقوق الملكية الخاصة. إلنا حق، اي مواطن بلبنان عنده ملكيه خاصه بقول ما بدي احطها بتصرف ولا حدا، شو بعمل ساعتها؟ هن عم يحكوا عن جمعيه رابطه اهالي راس النبع الاجتماعيه اللي هي انتم يعني عندكم علاقه معها كوزاره شؤون. وش قلنا علاقه؟ يعني انا عندي علاقه معي. لا ابدا ما فيني مون، انا عندي عقد مشترك معها، بس انا ما عندي يعني انا ما بمون عليها، انا ما بقدر، ما عندي سلطه القوه عليها. انا كل اللي عندي انا وياه، انا واعتبر جمعيه اكس عندي انا وياه عقد مشترك. إيه عقد مشترك؟ انه بتفوت ناس من فئه معينه بيستفيدوا بنظام معين بوقت معين. انا العقد معه يستفيدوا ناسحين يقعدوا بمركزها؟ اكيد لا، بس انه كظرف استثنائي ما بتقدر. هن بدهم يقرروا، ما تكون واضح معي. اليوم عملنا اطلاق نداء لكل الجمعيات ولكل المؤسسه، قلنا لمن يرغب استضافة أهلنا النازحين فليتفضل ويقلنا قد ايه بيقدر يستضيف وقد ايه الأعداد وأي منطقة. في ناس تجاوبت مشكورين، في ناس عندها ظروفها وما تجاوبت كمان مشكورين. إذا رياض اللي عم بيقولوا إنه هو ما بيقدر، إنه في عقد بين وزارة الشؤون وهيدي الرابطة إنه هي تكون، وصار هي هلا عم تهتم بهذا المركز، ما في هو يجبرها إنه تكون عم بتحط ناسحين بوقت يلي هي يمكن للمسنين أو لأي محل، ما بيقدر يفرض، هو بيطلب من الجمعيات إنه في ظرف طارئ بالبلد. هلا حكينا هيدا الشيء ومثل ما سمعت قلت له هيدا الشيء طب والحالة الثانية؟ الحالة الثانية يعني أنا أكيد منها الحالة أنا بعرفها منيح 100%. هاي الحالة الثانية هي مركز مديرة مركز المصيدبة بالشؤون الاجتماعية، إجا حدا وطلبوا منا من النازحين إنه تفتح المركز للعالم اللي جايين من الضاحية، هو قال لهم زعبون. فتحت المركز وبدقولها من مكتب الوزير وبيقولوا لها بدنا نبعث درك لحتى تشيليون، ما فيك تتركي النازحين. حكينا معه بهذا الموضوع، اسمعوا رده ونرجع منعلق. المرحلة الأولى من مكتب الوزير قال بدنا نبعد درك يشيلوه. مكتب الوزير ما عنده حدا بالوزير بالمكتب بيحكي عنه، هذا الوزير الوحيد بلبنان ما حدا بيحكي عنه. بس تتكوني عارفة، لا 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 بتقلك شغلة، تتكوني أنت عارفة إذا بده يحكي بيحكي الوزير. من مكتب الوزير، الوزير ما عنده مدير مكتب والوزير ما عنده حدا بيحكي عنه، وأنت بتعرفي أنه بالإعلام ولا حدا من وزارة الشؤون بيحكي إلا بإذن مني. فأنا قلت للمرأة جربي ما تفوتي الجماعة لأنه نحن عنا إرباك مع صاحب الملك، حتوقعوا بمشكل أكبر. وهذا اللي صار. أنت اليوم لما بتكوني بمبنى مش لألك وعندك صراع أنت وصاحب الملك وعندك مشاكل بالصيانة بتفوتي ناس بتعني مشكل أكبر. بس خليني ضويلك على مطرح تاني. أنا عندي مدرسة موضوعة بتصرفي بدرب عشتار، خلينا نقلك هلأ تتكونوا هيك إذا بك تلقطوا شيء تلقطوا تنبسطوا فيه. عندي مركز بدرب عشتار مدرسة موضوعة بتصرفي، أنا ما سمحت سلمها لا الإيواء إلا بعد تجهيزة. كيف أنا بدي فوت الناس ما في حمام ماشي؟ كيف بدي فوت الناس على مركز ما في مي؟ كيف بدي فوت الناس على مطرح ما في اشتراك كهرباء؟ أنا بصراحة العبارة قلت لهم ما بقبل فوت حدا على المدرسة قبل ما تتجهز. امبارح الظهر بتتاكدي من المعلومه اللي عم بقول لك اياها، اسمعي منيح، امبارح الظهر حطيت الدوله والناس تحت الامر الواقع، جهزت المدرسه، واذ بنا نحن امبارح بالليل استقبلنا وعلى قلبنا مثل العسل، ما عندنا مشكل، بس المشكله عندنا كمان ما تنحط نحن بورطه. طب انا الروايه من صاحبه المركز مش هيك،
غير هيك كليا، واصلا ما صار هذا الحكي بمعزل، فينا بعدين نحقق فيها ونتواصل فيها طبعاً. اصلا هو يعني انا بتقدير الشخصي ما رجع فوتهم الا لانه نحن تواصلنا مع اكثر من جهه وحاولنا نفهم انه ليش صار هذا الشيء، وانه كيف يعني هيك بتنزع بالعالم وشو هالطريقه. وانا مش عم بفهم شغله وحده، انه نحن بحاله طوارئ هلا، يعني هو عم بقول الحمام بالجد، ليش هو شو يعني رايح سيران كان يعني مثلا النازح، يعني انه اول شيء يخلي العالم تضبط ببيوت وبعدين بنشوف هلا اذا بنامن حمام من هون ولا لا. ورياض هو الاكثر من هيك، انه المرحلة المقبلة هي اللي راح تكون فيها تدفئة، المرحلة المقبلة اللي صار فيها أكثر في حالة طوارئ بالأساس، طبعاً بالأساس أنه العالم ما تنام على الطريق 100%. بس عم بحكي حتى الحاجات يعني عم بتزيد إضافة، حتى الحرامات يعني الحرام اللي أخذ حرام هلأ اللي بعد 500 متر عم يرجعوا يطلبوا حرامات إضافية لأنه التأس عم يتغير، فكل هول تحديات إضافية. بس زميل ريكاردو صار جاهز معنا من ليبيال. آه منو جاهز من ليبيال. طيب إذا ما أنه جاهز من ليبيال، خليني بس أنا أستغل وقت الأخير قبل ما نسلم زميلي رواند. نحن كنا مثل ما قلنا يعني ليال أعطيناهم مهلة للجمرك ما التزموا فيها من شان يطبقوا القانون وما يعرقلوا شغل العالم، لأنه نحن بحاجة لهلأ مواد غذائية ومواد طبية وخلافه. ما التزموا بالمهنة، تأخروا عليها للمهلة تقريبا شيء 14 ساعة أو شيء من هالنوع، رجعوا آخر شيء طلعوا القرار يلي بموجبه سمحوا من أنه الناس يلي عليها غرامات بيحطوا تأمين بالمبلغ الأقصى للغرامة وبيرجعوا بيخلوهم يطلعوا البضاعة على أن يصالحوا لاحقا. يعني شو بيقولوا better late than never. أوكي، بس هذا ما بيلغي، وبعتقد حتى يعني بالحكومة صاروا مدركين جدا ان هول الجماعة ما كانوا عم يعملوا شيء نهائيا. لانه تخيلي ليال، يعني مثلا هلا اذا بنشوف هني قدموا الموازنة من فترة وتناقشت صح ام لا، وكان مفروض فيهم مثلا يعدلوا، بيقدروا بالموازنة هذا الشيء يعملوا يعدلوا مواد بانه الجمرك بعد ايام 1005. يعني تخيلي انه في بالجمرك لهلا غرامات 100,000 دولار، يعني اذا بده يعملها الكشاف بتكلفه حبر وطباعة اكثر من الغرامة نفسها. ليش عم بقول هذا الحكي؟ عم بقول هذا الحكي لأنه نحن هلأ كنا عم نحكي وعم نناقش وزارة الشؤون الاجتماعية أنه شو عملوا، ووزارة التربية شو عملوا. فينا نناقش هون جماعة عملوا خطط بس ما نفذوها لأنه ما في إمكانيات، شي بيقلك كان عندنا نقص بالموازنة شي كذا. الجمرك بحكم كونه يعني نموذج نير على مستوى إدارات الدولة يعني أصر الطريق، ما عملوا خطة من الأساس. فنحن هلأ عمليا ما في خطة طوارئ، الجماعة ما عملوا خطة طوارئ، ما كلفوا خاطرهم يعملوا خطة طوارئ. فهلأ إذا بيصير شيء بيتعطل نظام نجم من جوع، مش عم بمزح عم بحكي جد، بيصير أي مشكلة معه من جوع. عم نرجع نعيدها، نحن موجودين عنا الجهابزة الموجودين عنا بالحكومة والمجلس النواب وصلونا لمطرح أنه يجيبون لنا ناس لا يفقهون في شيء سوى اللي بعلمكم منه اللي بالي بالك. غير هيك نحن هلأ ما في داعي حاصرنا العدو الإسرائيلي، في ناس جاهزين يعملوا هذا الشيء لحالهم، لشو يعذب حاله؟ هيدا بدل الغسيل عالي واطي اللي وعدناكم فيه، لأنه الآخر شيء طلعتوا اللي كان لازم يطلع من زمان على مهلة شهرين، وخلال هالشهرين لازم تبعتوا مشان المجلس النواب يعدل القانون تما نفوت بالحيط. للأسف أنا أعتذر من زميل ريكاردو لأنه فاتنا الوقت، نحن بعدنا ملتزمين بوقتنا، بس خلص الوقت، ننتقل إلى الزميلة رواند.